مساء الفل على اروق واجمل ناس في الكوكب. لو اول مره تشوفني يلا اشترك معانا في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل ضرب النار اللي جاي. بيبتدي فيلمنا مع هاردن الخاين اللي خان صاحبته تيسا، ومن كتر بجاحته بيحاول يرجع يكلمها من تاني، وتيسا بتكون متجاهله ظاهريا بس داخليا كده بتكون لسه بتتابع اخباره. المهم نركز بقى مع تيسا اللي بتكون عايزه تبدا حياه جديده وفعلا بتتقبل في شغلانه جديده. زي ما احنا شايفين تيسا ما بتضيعش وقت وبتتعرف على واد اسمه تريفا في اسانسير الشركه. بعدين بتتعرف على واحده اسمها كيمبرلي اللي بتعرفها على الناس اللي شغاله في الشركه، اللي بيكون من ضمنهم المدير فينيس، بس فينيس بيكون بيسب للعملاء في التليفون ومش فاضي دلوقتي، فبتقول لها اعتبري نفسك ما سمعتيش ولا شفتي اي حاجه، وبتاخدها وبتعرف على باقي الشركه لحد ما بتوصلها لمكتبها. وكيمبرلي وهي ماشيه بتاخد القصريه بتاعتها والباب في ايديها وبتمشي. بتقعد تسا ترتب في مكتبها لحد ما بتنسى نفسها وبتنام من كتر التعب. هنا بيجي المدير تاني يوم عشان يقول لها ان في ميتنج دلوقتي المفروض تحضره، بس بيلاقيها واخده راحتها في المكتب ونايمة. المهم المدير بياخد تيسا ويمشي ويقول لها حسابك معايا بعدين، وبياخدها معاه في العربية، بس بيبقى قليل الذوق معاها شوية وبيقول لها ريحتك مش حلو قوي على فكرة. بعدين كيمبرلي بتتصرف وبتحل المشكلة وبتبعت تجيب لها فستان جديد على طول، وبتلبس تيسا الفستان وبتتمنجه وبتبقى على سنجة 10. اوعى بقى يا عم الحاج. المهم بيطلع الميتنج مش ميتنج والشغل مش شغل، وبيكون الميتنج في نايت كلاب. بعدين بياخدها واحد اسمراني اللون وبيقول لها ما تيجي نرقص، وبتوافق تيسا، وبيبتدي الواد يعطف ويلطف معاها الجو. ومن هنا لهنا بتشوف هاردن، واول ما بتشوفه فبتقول له ما تجيب بوسه، وفي نص البوسه بترجع لصوابها وبتبعد عنه. وبنرجع بقى تاني لهاردن اللي بيكون لسه بيحاول ينسى تيسا بنت كده مش تمام، لكن بيرجع برضه لصوابه وبيبعد عنها وبيمشي. في الوقت ده بيجي لهاردن تليفون من تيسا بتقول له فيه انها سكرانه وهترتكب الرذيله دلوقتي مع واحد اتعرفت عليه في البار، وبتقول له بقى جرب نار الغيره ما تجرب، لا استنى رايح فين ما تطورش مش اما تجرب. وهنا بيبتدي هاردن يجز على اسنانه وبياخد بعضه وبيطلع جري على تيسا، وفعلا بيلحقها على اخر لحظه وبيضرب الواد اللي معاها وبيدخل هو الاوضه. وبيكون لسه هيتكلم فتيسا بتقول له ما تيجي هنا وانا احبك، وفعلا بيدخلوا اوضه النوم ويحبوا في بعض شويه، بس بيجي لها تليفون من كيم بتسالها هي فين، فبتلبس تيسا بسرعه عشان تنزل لها، فهاردن بيطلع يجري وراها وبيقول لها رايحه فين، فبتقول له بقول لك ايه انسى كل اللي حصل ما بيننا امبارح واللي ما بيننا انتهى ومش راجع، هرمونات بقى بنات وكده. فهاردن بيتحمي قوي لكرامته وبيقول لها طب ايه رايك بقى لو قلت لك انا خنتك امبارح. هو ما بيكونش خانها ولا حاجه، كل الحوار انه عايز يحور عليها ويغيظها. بعدين بيطلع هاردن على صاحبه وبيقول له الحقني يا صاحبي انا عملت مصيبه، وبيحكي له اللي حصل. وفعلا صاحبه بيتصرف وبيحل المشكله وبيبعت رساله لتيسا ان هاردن فعلا بيحبها وما خانهاش، فبتتاثر تيسا بالرساله وبتلم شنطه هدومها وبتقرر ترجع البيت من تاني. واول ما بتوصل تيسا البيت بتلاقيه باين عليه اثر الفراق من كتر الكركبه اللي بيكون فيها، فبتبتدي تفتش في الشنطه، ومن هنا لهنا بتلاقي تيشيرت الهاردن فبتشمه، وبعدين بتلاقي هديه هو جايبها لها عشان عيد ميلادها اللي بيكون النهارده. بعدين بيجي هاردن يدخل البيت ومعاه واحده، وهي بتقول له نفسي احميك زي ما كنت بحميك زمان. فهوب هنا تيسا بتكون لسه هتاخد وضع الهجوم، بس بتكتشف انها امه بقى ما بتكونش عارفه انهم انفصلوا، فبتحضنها وبعدين بتقول لهم معلش يا اولاد مزنوقه بس شويه، وبتدخل التواليت. هنا تيسا بتاخد هاردن على جنب وبتقول له ايه ده انت ما كنتش عرفت امك ان احنا انفصلنا؟ فقال لها اكيد لا، امي ما كانتش هتستحمل خبر زي ده. وبعدين امه بعد ما بتكون عملت زي الناس بتقول لها كل سنه وانت طيبه، وبتقول لها لازم تقضي معانا بقى اليوم النهارده. فتيسا بتقول لها مش هينفع والله يا طنط، ومن هنا لهنا بتوافق تيسا. ولما بيجي الليل بيدخل هاردن وتيسا عشان يناموا في نفس الاوضه، فهاردن بيقول لها لو مش هتكوني مرتاحه والله هاخد بطانيتي واطلع انام على الكنبه اللي بره دي. فتيسا بتقول له لا خليك انا واثقه في نفسي، وهاردن بيقول لها بس لو ما كنتيش تحلفي. وبيدخلوا يناموا سوا، ومن هنا لهنا بينسوا حوار الثقه ده، وتيسا بتقول له ما تيجي هنا وانا احبك، وفعلا بيحبوا في بعض طول الليل. بعدين بترجع المايه لمجاريها وبيخرجوا وبيتفسحوا وبيروحوا كلاس اليوجا سوا. وهما في كلاس اليوجا هاردن بيضعف وبيقول لها ما تيجي هنا وانا احبك، فبتقول له لا الله انت مجنون انت عايز تحبني هنا، فبيقول لها امال فين، فبتاخده الحمام. ومن هنا لهنا بتحصل سلسله من اللي ما تيجي هنا وانا احبك في كل مكان بيروحوه سوا، شغل ماشي حفله ماشي اوضه نوم ماشي. بعدين تيسا بتقول له انا هروح التواليت وانزل انت استناني تحت وانا هاجي وراك، فبينزل هاردن وبتخلص تيسا وبتنزل وراه، فبتسمع بنت بتقول له انا مبسوطه قوي ان احنا عملناها مع بعض، فبيرد عليها هاردن هو ايه اللي عملناها مع بعض، ما تخليك عاقله يا بنت الناس وانا قلت لك خلي الموضوع ده سر بيننا. فبتستنتج تيسا ان دي البنت اللي خانها معاها في بدايه الفيلم، فبتتعصب وبتتضايق وبتطلع تبوس اي حد ماشي في الطريق عشان تغيظه. بعدين بتحصل ما بينهم معركه كبيره، وهاردن بيحاول يفهمها ان ما حصلش بينهم حاجه وان هي فهمت غلط، لكن هي ما بتصدقوش وبتبعد عنه.
بعدين تيسا بتعمل حادثه، وفي الوقت ده بيكون هاردن بيحاول يتصل بتيسا، بس تريفو هو اللي بيرد عليه وبيقول له ما تبعد عنها بقى وكفايه اللي حصل لها من تحت راسها. وفعلا بيقرر هاردن يسيب لها البلد كلها وبيسافر، وبيسيب لها رساله بعد ما بتطلع من المستشفى بتقراها وبتعرف منها انه مسافر. لكن بيفضل هاردن طول وقت سفر وبيفكر في تيسا وما بيكونش قادر ينساها ابدا. وبعد ما بيعدي شويه وقت بيكون فرح المدير على كيم بعد ما عرفت تشقطه. في الفرح بقى بتروح تيسا تتكلم مع تريفو، وفي وسط كلامهم بتيجي سيره هاردن، فبيعترف لها ان هو اللي قال لهاردن يبعد عنها وهو السبب في سفره. تيسا بتقول له يا بقى كل ده يطلع منك يا تريفو، وبتضرب بعينها كده لفوق فبتلاقي هاردن ملك متوج قدامها، ومن غير ما تحس بنفسها بتوقع كاس المنكر من ايديها، وبيبتدوا يتبادلوا نظرات كلها حب وحنين. فبتطلع تيسا تجري وبيطلع هاردن يجري وراها، وبتفتح له باب العربيه عشان يكملوا باقي السلسله سوا. وهنا عزيزي المشاهد عشان ما نظلمهمش، احنا مش عارفين ايه اللي حصل جوه العربيه عشان الفيلم خلص، لكن لسه باقي السلسله ما خلصتش، وهبتدي انزلها لكم واحده واحده في الايام اللي جايه. ولغايه هنا يا صديقي انزل تتر فيلمنا، ما تنساش تسيب لي رايك الجميل في كومنت ولايك كالعاده للفيديو واشتراك في القناه، واستنى كل فيديوهاتنا اللي جايه عشان هتنزل كلها ضرب نار.